وافق مجلس الشورى على أهداف مشروع نظام الامتياز التجاري، ويهدف مشروع النظام الذي تبلغ عدد مواد مشروع لائحة 26 مادة إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ طريقة التعاقد ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، كما يهدف إلى توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز وخصوصا عقد انتهاء اتفاقية الامتياز. كما يهدف مشروع نظام الامتياز التجاري إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، وكذلك يهدف إلى رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها. الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل. مرحبا دكتور فيصل. حياك الله أستاذ ثامر، وحييك وحيي الأخوة والأخوات المشاهدين. جميل جدا. بداية حدثنا عن أهداف مشروع الامتياز، نظام الامتياز. حقيقة مشروع نظام الامتياز يأتي في إطار سعي الدولة إلى تحسين البيئة التشريعية التجارية والاستثمارية بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 وحقق أيضا تطلعات الدولة. طبعا يكتسب مشروع النظام أهمية كبيرة الحقيقة لما يمثل من إسهام في تنمية وتشجيع الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يعني نتذكر أو نعرف الذي أطلع على أهداف رؤية المملكة 2030 أن أحد أهدافها هو السعي إلى رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بحيث يصبح من 20% إلى 35%. وهذا الحقيقة النظام يعني أنتم في تقديمكم أشرتوا إلى أهم أهدافه. يصب هذا النظام في تعزيز البيئة التشريعية التجارية ويفعل رؤية المملكة 2030. طبعا النظام هذا أتى في 26 مادة وتضمن تضمن أيضا 11 فصل بدأ من الأحكام العامة ومرورا بالتعديفات وتطبيق. جميل جدا دكتور فيصل، يعني ما هي أبرز يعني من 26 يعني مادة، ما هي أبرز هذه المواد تحديدا؟ طبعا اهم مواد الحقيقه بعد التعريفات نعرف هذا النشاط انه حدد الهدف من هذا النظام، وانتم ذكرتوها في تقديمكم اهمها تشجيع انشطه الامتياز التجاري في المملكه ورفع جوده ومستوى السلع والخدمات المعروضه في المملكه. وايضا وهذا نقطه مهمه الحقيقه اللي هي توفير الحمايه لصاحب ومانح الامتياز، يعني يكون بينهم توازن سواء قبل توقيع الاتفاقيه أو بعدها أو حتى بعد انتهائها. وهذه الحقيقة يعني فعلت من خلال عدد من المواد التي توضح حقوق والتزامات كل طرف، وأيضا آلية التوقيع بدأ من هناك يكون نموذج إفصاح من مانح الامتياز بهذه الصورة تكون واضحة لصاحب الامتياز، بعدها الاتفاقية، وأيضا النظام نص الحقيقة على عناصر مهمة تكون موجودة في الاتفاقية لابد من الطرفين يتفقون عليها، وهذه العناصر مهمة جدا الحقيقة، وجزء منها بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات للطرفين جزء منها، وهذا يعني الحقيقة من يعتبر من النقلات المتميزة في مشروع النظام أنها نصت على أحد الالتزامات بالنسبة للمانح أنه يدرب موظفي صاحب الامتياز أو الممنوح له الامتياز، ويكون هناك جميل. توطين الحقيقة لهذا النشاط من خلال أبنائنا السعوديين. جميل جدا. دكتور فيصل، ما هي أبرز هذه المخاطر في نظام الامتياز تحديدا؟ يعني وش يعني هناك حماية لصاحب الامتياز من مخاطر معينة، ما هي هذه المخاطر؟ طبعا المخاطر احنا نشاهد الآن هو ما يسمى هذا النشاط يسمى الفرانشايز، وعادة مانح مانح الامتياز عادة يكون عنده النو هاو وعنده ايضا الخبره وعنده ايضا السيطره الاكبر
في هذا النشاط عادة وهو يكون في موقف قوة عادة الحقيقة. فالنظام الحقيقة الآن يفرض توازن بحيث أنه يفرض على مانح الامتياز أن يكون هناك نموذج للإفصاح، وهذا النموذج له عناصر معينة بحيث تكون واضحة من ضمنها الحقوق والالتزامات والمخاطر الجوهرية للنشاط. هذه الحقيقة العناصر، وأيضا ألزم مانح الامتياز بأن يكون هناك نموذج عمل ويطبق هذا النموذج للنشاط لمدة لا تقل عن سنة، بحيث أن الصورة تكون واضحة والرؤية تكون واضحة لمن يمنح له امتياز، بحيث أن يقدم على هذا النشاط وهو على دراية. لا شك أن هذه حماية له بأنه يدخل بهذا النشاط مع شخص قوي بدون وضوح الصورة له. فهذا النظام الحقيقي يكفل هذه الحماية. أيضا في آلية للتعويض وفي واجبات على مانح الامتياز، يعني على سبيل المثال أنه لا يجوز المانح الامتياز أنه بعد فترة يسحب النشاط ويعطيه شخص آخر، لابد أن يلتزم بالاتفاقية، وفي هناك آلية للتعويض لو لا سمح الله صار فيه إنهاء قبل مدتها. فهذه الحقيقة العناصر جدا يعني واضحة وفيها شفافية عالية، وتشجع الحقيقة للإقبال على هذا يعني ما يسمى الفرنشايز، هذا الامتياز التجاري، ويشجع على زيادة الأعداد يعني وزيادة أيضا رفع مستوى يعني جودة السلع. نعم، هذه أحد أيضا جميل جدا الخبرات اللي موجودة عند مانح الامتياز. جميل جدا، النظام كفل أنه تنقل هذه الخبرات بطريقة معينة إلى من يمنح الامتياز. جميل جدا والموظفين. جميل دكتور فيصل الفاضل عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.